تماشاً إن هيجا دمباش دلبخوين دارا مجوارا هفتيفينك جالكي تايبات. أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم. أنا دلبخوين دارا أقدم لكم لقاء خاصا جدا، الدكتور نصر الحريري ضيفنا، الرئيس السابق لهيئة المفاوضات السورية وهو كذلك عضو في ائتلاف المعارضة السورية، سيكون ضيفا معنا عبر الأقمار من إسطنبول. سنبحث معه الكثير من المسائل الخاصة الهامة والحساسة، سواء المتعلقة بالشأن السوري أو مشاكل الشأن الداخلي للمعارضة، وكذلك موقف المجتمع الدولي تجاه الملف السوري، بالإضافة إلى قربهم من كرد روجافا كردستان. أهلا بك يا دكتور. أحب أن أبدأ من المشاكل الداخلية للإئتلاف. في الآونة الأخيرة برزت خلافات في الهيئة بصدد انضمام أعضاء جدد، كما أن على المستوى الخارجي أصبح دور الإئتلاف ضعيفا، الأمر الذي جعل الناس يفقدون الثقة بالإئتلاف. ما هي الأسباب؟ يعني صباح الخير لك ولكل المشاهدين. باعتقادي هيئة المفاوضات الآن جزء من المشهد العام، أكيد سيتأثر يعني التجليات الخارجية المتعلقة بالوضع العام للمسألة السورية. بعد 9 سنوات من القتل والتدمير لم يتم التوصل إلى حل سياسي، على الرغم من تشكيل هيئة المفاوضات بنسختيها الأولى 2015 والثانية 2017، بالوقت الذي كان يشعر به السوريون بأن الحل السياسي اقترب، لنكتشف أنه هذا الملف لا يزال هو موضوع بازار وموضوع تفاهمات يعني دولية. فهذا الإحباط وهذا التوقف بالعملية السياسية لابد أن يترك أثاره على هيئة المفاوضات أو أي جسم سياسي أو تفاوضي آخر يضطلع بهذه المهمة الصعبة في هذه الأوقات الصعبة. وبطبيعة الحال أي يعني اختلافات بوجهات النظر أو أي خلل تركيبي أو خلل تنظيمي بطريقة إدارة أو الطريقة الإجرائية داخل الهيئة أكيد سيكون له تجلياته الأخرى. القضية التي حدثت في هيئة المفاوضات لا تتعلق بقبول أو رفض شخصيات جديدة في الهيئة، وإنما كان بتبني بعض المكونات لهذه الخطوة التي تمت، في حين رفض مكونات أخرى لها بحجة أنه هي غير قانونية ولم يتم الاتفاق عليها وجرت يعني دون أن توافق الهيئة على مثل هذه الخطوة أو تدرسها. وأعتقد أنه خلال الحوار الذي جرى خلال الفترة الماضية وما سيجري من حوار خلال الفترة المقبلة سيكون كفيلا بوضع اللمسات النهائية على تصور أو حل يتم قبوله من قبل الجميع. دكتور الآن يعني نحن نرى ما يجري داخل سوريا وما يجري على الساحل تفضل دكتور تشتكي انت قالك برسند خازم بك. شيء اخر دكتور نصر، هناك العديد من الاسئله اريد ان اطرحها. لماذا حتى الان الائتلاف لا ينتخب عضوا كرديا لرئاسته؟ اترى هل هناك عقبه ام اتفاق يحول دون ذلك؟ لا، هلا الائتلاف اذا بدنا نحكي عن الائتلاف كائتلاف، الائتلاف هناك تفاهم مذكره بينه وبين الاخوه في المجلس الوطني الكردي، وبناء على طلبهم ومفاوضات باعتقادي أخذت وقت طويل تم خلالها الاتفاق على أن بناء على طلب الإخوة يعني في المجلس الوطني الكردي أن يكون لديهم نائب رئيس وعضوين في الهيئة السياسية، إضافة إلى تفاهم حول عدد أعضاء المجلس في الائتلاف. أما بالنسبة وفي هذا الموضوع موجود يعني نائب رئيس من الإخوة الكرد من الإخوة في المجلس الوطني الكردي في الائتلاف. أما من ناحية هيئة المفاوضات لا علاقة للائتلاف أو أي مكون آخر بمن يرشح وكيف يرشح. هيئة المفاوضات مؤلفة من 7 مكونات دكتور يحق نصر. لكل مكون فيها، بل يحق لكل عضو فيها أن يرشح نفسه أو من يرشح من يراه مناسبا، سواء لموقع الرئيس أو نائب الرئيس أو أمانة السر أو المكاتب واللجان الأخرى. وبالفعل استقبلت أنا كرئيس هيئة يعني كنت في ذلك الوقت استقبلت طلب ترشيح رسمي من الأخ إبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي، يرغب بترشيح نفسه لموقع نائب الرئيس، ولا يزال هذا الترشيح ساري المفعول لأنه لم يتم انتخاب نائب الرئيس وأمين السر بعد. في الآونة الأخيرة حدثت تغيرات وتطورات جديدة في سوريا، مثل الخلافات البينية لعائلة الأسد ومظاهرات السويداء ودخول قانون قيصر حيز التنفيذ. هل أنت على قناعة بأن سلطة الأسد قد شرفت على الانتهاء؟
وهل الأطراف الدولية تواصلت معكم حيال ذلك؟ ويا ترى المعارضة مستعدة لمرحلة ما بعد الأسد؟ وما هي خططها ومشاريعها؟ طبعا نعم، هناك مستجدات كبيرة. الروس والإيرانيون الذين حموا النظام من السقوط عسكريا في وقت كنا ولازلنا فيه، والكثير من حلفائنا يبحث ويؤمن عن الحل السياسي كمخرج وحيد للمعضلة السورية اليوم، هي معضلة بكل معنى الكلمة. ولكن الآن النظام وحلفائه وحلفاء النظام تحديدا لن يستطيعوا حمايته من السقوط الاقتصادي والسقوط الاجتماعي والسقوط السياسي الداخلي لدى النظام وحاضنة النظام. هذا النظام بعد أن قتل الشعب السوري الذي ثار ضده، اليوم يلتفت لقتل ما تبقى من الشعب السوري الذي وقف إلى جانبه. وفي هذا الإطار هناك مستجدات كبيرة جدا. هذه المستجدات تبدأ بالمعركة التي جرت في شمال غرب سوريا، ويعني الصدام الروسي التركي اقترب كثيرا حتى انتهت بتوقيع اتفاقية وقف اطلاق النار. بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في شمال شرق سوريا، الخلاف الكبير جدا، وهذا الخلاف على فكرة لم ينتهي وأذرعه تتمدد أكثر داخل عائلة الأسد المافيوية السلطوية الرغبوية الدكتاتورية الشمولية. إضافة إلى ذلك هذه العقوبات الاقتصادية المتجددة التي تأتي إلى النظام في رسالة واضحة أنه لا يمكن إعادة تعويم هذا النظام، لا يمكن إعادة دمجه لا في النظام الإقليمي ولا في النظام الدولي. وخرجت بناء على ذلك مظاهرات كبيرة، وسيخرج الكثير كذلك من المظاهرات، لأن هذا النظام لم يعد يحتمل في سوريا، وأصبح وجوده خطر على كل سوري بغض النظر كان من المعارضة أو كان من الموالاة. لذلك لحظة سقوط النظام اقتربت، وينبغي على الدول التي تدعم النظام أن تجلس بجدية على طاولة البحث للخروج بحل سياسي يحافظ على البلد ويؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي بتشكيل هيئة الحكم لا يشارك فيها هؤلاء المجرمون. والمعارضة، نعم المعارضة بمن تمثله من قوى ثورة ومعارضة حقيقية في سوريا تمثل هذا الشعب ومطالب هذا الشعب، مستعدة لكل الخيارات بما فيه هذا الخيار، ولديها رؤى واقتراحات ومبادرات وأفكار تنسجم جميعها مع 2254 وتعزز فكرة الانتقال السياسي إذا اقتنع حلفاء النظام أن اللحظة حانت من أجل هذا الحل. وفي هذا الإطار لا يمكن التعويل على إيران، فإيران لديها مشروع في المنطقة وتقاتل من أجل هذا المشروع، وستستمر في محاولة منع النظام من السقوط بكل الوسائل. روسيا التي وقفت إلى جانب النظام وهي التي حمته وساهمت في إبقائه شكليا حتى اللحظة، عليها أن تفكر بكل جدية في هذا السبيل، وإلا سيذهب كل شيء هباء وسيسقط هذا النظام مجددا، وعليها أن تفكر جديا بسقوط النظام، وعليها أن تقتنع بهذا النظام ساقط دكتور، حتى تتبنى حل سياسي حقيقي في سوريا انتقالي أولا. منذ عام 2011 وأنتم تقولون اليوم وغدا سينتهي الأسد، والآن نحن في عام 2020 والأسد ما زال باقيا، والعالم كما أرى ليس مصرا أكثر من ذي قبل على رحيل الأسد. أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر، المجلس الوطني الكردي والذي هو شريك رئيسي لكم، قد دخل مع حزب الاتحاد الديمقراطي في مفاوضات، وقد توصلوا إلى بعض التفاهمات، وقد أعلنوا ذلك في مؤتمر صحفي. ما هو موقفكم من تلك المفاوضات؟ يعني بس خليني أرجع شوي، الأسد سلطة على ماذا؟ يعني على شمال شرق سوريا ولا على جمال غرب سوريا ولا على التنف ولا على 14 مليون سوري خارج سوريا ولا على الموانئ والمرافق ومحطات البترول والغاز ولا محطات البيع الخبز؟ الأسد يا سيدي العزيز سقط من 2012، وما تتم مواجهته الآن في سوريا ليس نظام الأسد، ما تتم مواجهته الآن في سوريا إيران وميليشياتها اللي هي بالعشرات ومرتزقاتها اللي هم بعشرات الآلاف، وروسيا التي يعني تؤمن الغطاء الجوي والغطاء البري وكل شيء لهذا النظام. فهذا حقيقة النظام لم يعد موجودا إلا بالإطار الشكلي الذي تريده الدول الداعمة للنظام حتى تستغله وتستثمره بالطرق التي هي
تشاء. بالنسبة للقضية الأخرى، اليوم المنطقة ليست فقط سوريا أخي العزيز، المنطقة كلها اليوم منطقة مشتعلة، ولا يوجد أحد إلا يعني يجب أن يبحث عن الحلول إلا الأطراف التي لديها مشاريع مثل إيران كما تحدث قبل قليل، ويعني حلفاء النظام عموما. فالآن لا يستطيع عاقل أن يعني أن لا يسعى إلى الحلول وإلى التهدئة، تمام؟ ولكن عن أي حلول نتحدث؟ أنا باعتقادي اليوم أي حديث عن أي إيجابي أوكي، ولكن هذا الأمر اليوم ما يعني الشعب السوري لا ينتظر فقط مثل هذا. هل اليوم مثلا حزب الاتحاد الديمقراطي البي واي دي اللي هو الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني، هل هو اليوم مستعد حقيقة أن يحل مشاكله مع المكون، مع الإخوة من المكون الكردي نفسه، مع المجلس الوطني الكردي وعموم الإخوة الأكراد الآخرين؟ لا دكتور ناصر، دكتور ناصر، هل هو مستعد لحل مشكلته مع المكونات دكتور. السورية الأخرى الموجودة في شمال شرق سوريا؟ هل مستعد أن يتخلى عن نهجه العسكري، عن ارتباطه بحزب العمال الكردستاني؟ هل مستعد أن يتبنى الرؤية السورية الوطنية التي تشكل اليوم خطوط حمراء بالنسبة للأغلبية السورية الوطنية؟ لذلك اليوم من المبكر جدا الحديث عن أي نتائج حتى نعرف النظرة من كل هذه القضايا. باشا، أريد بكلمة واحدة دكتور، لأن الوقت يداهمنا، ما موقفكم من المفاوضات ما بين المجلس الوطني الكردي والاتحاد الديمقراطي؟ هل ترونها إيجابية أم سلبية؟ هل أنتم معها أم ضدها؟ اليوم المجلس الوطني الكردي هو عضو بالائتلاف الوطني، وأنا قلت لك في إجابتي الأولى أن الأمر محكوم بالنتائج. من رفض التفاوض في يوم من الأيام مع أي جهة من الجهات؟ أنا باعتقادي من كان يرفض هو حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه، لأنه لا يريد أن يتخلى عن رؤيته. ماذا سيحدث في هذه منطقة الإدارة الذاتية اللي هي مرفوضة من قبل كل السوريين؟ ماذا سيحدث للممارسات التي يمارسها على عموم السوريين؟ ماذا عن المقاتلين دكتور. الأجانب؟ ماذا عن حزب العمال الكردستاني؟ ماذا عن علاقته مع المحيط ليس فقط التركي، حتى المحيط العربي اليوم لا يهمه تجزئة سوريا أو تقسيمها. لذلك أخي العزيز الحكم على هذا الموضوع دكتور. هو مرهون دكتور. بنتائجه وليس فقط بمقدماته. دكتور نصر الحريري، الكرد لا يريدون تجزئة سوريا، والبيادة كذلك لا يريد تجزئة سوريا، والمجلس الكردي أيضا لا يريد تجزئة سوريا، فقط يريدون حل القضية الكردية في سوريا. حسنا، إذا طلبت منكم أمريكا البدء بالمفاوضات مع المسدة أو الإدارة الذاتية، هل أنتم مستعدون البدء بالمفاوضات؟ أخي العزيز، أنا لم أتحدث عن الإخوة الكرد. نعم الإخوة الكرد، يعني الشارع الكردي مليان بالشخصيات الوطنية الراقية والمحترمة اللي يؤمن يعني بسوريا وكينونة سوريا ربما أكثر منا كثيرا. أنا أتحدث عن تنظيم بذاته فرض الإدارة الذاتية. اليوم الكثير من قادة هذا التنظيم هم مقاتلون أجانب، وإذا كان كذلك أنا سعيد أن أسمع هذا الكلام. ليتخلى عن فكرة الإدارة الذاتية، ليتخلى عن حزب العمال الكردستاني، ليتخلى عن الممارسات القمعية التي لا تختلف كثيرا عن غيره من التنظيمات القمعية في ذلك. أما عن المفاوضات، أنا باعتقادي هذا القرار هو يوجه للمؤسسة، المؤسسة الائتلاف نفسه اللي تمثل اليوم يعني الطيف الأوسع من المعارضة السورية عموما. لكن باعتقادي إذا كان لديهم هم استعداد للتنازل عن الخطوط الحمراء التي لا يمكن أن يقبلها الأغلبية الكاسحة من السوريين بمن فيهم الكثير من إخوتنا الأكراد، فأعتقد أنه وقتها لن يكون هناك يعني انغلاق أو انسداد في إمكانية التوصل إلى مثل هذه التفاهمات. ولكن ضمن الظروف الراهنة وضمن الرؤية التي يؤمن بها البي واي دي أو حزب الاتحاد الديمقراطي، فما بعرف، أنا من مبكر أن نحكم حتى مفاوضاته مع المجلس الوطني الكردي ستنجح أم لا، لأنه نحن نعلم أنه هناك محاولات سابقة مع الإخوة في المجلس الوطني الكردي، وبسبب تعنت البي واي دي لم تصل إلى نتائج. دكتور، أريد أن أنتقل إلى مسألة حساسة جدا. أريد أن ننتقل إلى مدن عفرين، سريكاني، غريسبي. لم تبقى جريمة مثل القتل والسرقة وعمليات الخطف إلا وارتكبتها المجموعات المسلحة في عفرين وسريكاني وغريسبي، وهي كما تقول تتبع للإئتلاف. ما هو موقفكم تجاهها؟ مثالا على ذلك قد حدثت تغييرات
ديموغرافية في عفرين ومناطق أخرى. ما هو موقف هيئة التفاوض والائتلاف من هذه الانتهاكات؟ حتى الآن لم نرى موقفاً منكم حيال تلك الانتهاكات. يعني أولاً الائتلاف تعرف له حكومة مؤقتة، والحكومة المؤقتة فيها وزارات من ضمنها وزارة الدفاع اللي تعمل مع الفصائل التي عملنا ونعمل ولا سنبقى نعمل من أجل إنهاء الحالة الفصائلية وتعزيز فكرة الجيش الوطني اللي أنشئ وولد منذ عدة أشهر، يعني فترة منيحة، ونسمع بشكل مستمر عن تطورات في هذا الموضوع. أولاً أخي العزيز، أهل عفرين وأهل تل أبيض وأهل كل المناطق والقامشلي، هذول كلهم أهلنا، هذول سوريين. أنا عندما أتحدث بأي موقف دفاع عن كل السوريين بمن فيهم، هذول أهلنا، لا يمكن أن يكون هناك حاجز بيننا وبينهم. اليوم أنا لا أعلم بالصيغة اللي ذكرت حضرتك، لم يبقى أحد إلا قتل، لا، أنا باعتقادي لا زال هناك الحمد لله الكثير منهم موجودين في هذه المناطق وبيعيشوا مثل ما بيعيش غيرهم. لا دكتور، أي عمل دكتور، خارج دكتور نصر، القانون دكتور نصر، أي عمل خارج دكتور القانون نصر دست يقوم به بين فصيل سر وجدان أو أمني وبيجة أو مدني، هذا مرفوض قطعا، وتقع المسؤولية فيه كل على الجهات التابعة لها أجر وعليها تشكل لجان. نعم دكتور نصر، بالله عليك تكلم بضميرك، هل تعتقد ما يجري من انتهاكات في عفرين يوميا تجري في مكان آخر؟ البنات يختطفن يغتصبن، والشيوخ يقتلون، أشجار زيتون تحرق، أي أن هناك سلب ونهب، كيف لا تشاهدون ذلك يا دكتور نصر؟ المسلحون يفعلون هذه الجرائم مثل العمشات والممشات وسلطان مراد وغيرهم، لا أعلم، هذا كله يجري أمام أعينكم، هناك وثائق يا دكتور، هناك أفلام وفيديوهات. أنا يعني لم أخرج من هذا الإطار، أنا أقول اليوم عندما أتحدث عن النظام لا أتحدث إلا بلغة الأرقام والتوثيقات ولجان التحقيق وما صدر عنها تقارير ومن إفادات ومشاهدات عينية ولجان، يعني لجان حقيقية. فأنا مع أي إنسان حقه أن يدعي ويقول ما يقول، وهذا ادعاءه يؤخذ على محمل الجد والصحة حتى يثبت عكسه، لكن كيف لنا أن نتأكد من كل ذلك؟ هذا الأمر لابد به من وجود يعني لجان تتشكل وسلطات تراقب وتستقصي وتتأكد وتعاقب وتحيل إلى محاكم حتى نخرج من هذا الإطار. أخي العزيز، أنت قلت أني أنا من درعا، الموضوع اليوم الفصائل في درعا انتهى من سنتين، صحيح؟ أنا بحكيك خلال السنوات الماضية كلها كنا نتلقى يوميا تقارير عن سرقات يعني عدم مؤاخذة، جرائم قتل وخطف وابتزاز وفدية، وأنا لا أبرر، هذه كلها أعمال خارج القانون دكتور. يجب إيقافها ويجب المحاسبة من قام عن يعني من قام بها أيا كانت صفته. وهذا الموضوع أنا باعتقادي بالائتلاف تشكلت لجنة، وهي اللجنة المجلس الوطني الكردي هو جزء منها، وأنا باعتقادي أنه ما يتم به من عمل ضمن هذه اللجنة يجب أن ينشر إلى العلن، يجب أن يتم الحديث نعم أخي تم التحقيق في القضية الفلانية وكانت النتائج الفلانية هي دكتور. كذا كذا، وأي ممارسة تماما لا يمكن للائتلاف وأنا عضو فيه، ولا يمكن أن يستمر عضو فيه لو بعرف أنه هاي المؤسسة تتبنى ممارسات ممنهجة تستهدف أي مكون من مكونات الشعب السوري. أما إذا صار في تصرفات فردية فقطعا هذه مدانة، وقطعا يجب الحساب عليها، المحاسبة عليها بأقصى درجات العقوبة. دكتور نصر، أتمنى من الهيئة والائتلاف إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى عفرين لتعرف ماذا يحدث في عفرين. هل المسلحون سيفسحون لكم المجال؟ لقد وصلنا إلى نهاية اللقاء، ولكن أريد أن أسألكم سؤالا أخيرا. الكرد في روج أفاي كردستان يطالبون بالنظام الفيدرالي، كيف تنظرون إلى مطلب الكرد هذا؟ أنا زرت عفرين عدة مرات أخي العزيز، والائتلاف يزور عفرين بشكل متكرر، وأنا ذكرت أنه تشكلت لجنة، وهلأ بعد اللقاء فعلا راح بنفسي أسأل عن اللجنة اللي تشكلت وشو الأعمال اللي قامت فيها، وأنا يعني أبدا اعتبروني أخ ومساعد، وكل أعضائي كل إخوتي يعني زملائي أعضاء الائتلاف ثق تماما وعندهم نفس الشعور. فيما يتعلق بالسؤال الأخير كان عن إيش بس ذكرني بالله نسيته. دكتور الفيدرالية أخي العزيز، أخي العزيز
الفيدرالية ليست فقط مطلب الكرد. أنا بعرف لي أصدقاء وزملاء فتنا بنقاشات طويلة عريضة، في منهم داخل هيئة المفاوضات، في منهم خارج هيئة المفاوضات، يرى قناعة أنه الفيدرالية هي أفضل لمستقبل سوريا. أخي اليوم التفكير ليس محرم على أحد، وطرح الأفكار ليس محظور على أحد، بالعكس نحن نقاتل نظام بشار الأسد من أجل فتح التفكير على أوسع حدوده. لذلك طرح الفيدرالية وغيرها من الأفكار الأخرى التي تنسجم مع مبادئ الشعب السوري وقيمه وأخلاقه وحضارته وممارساته، هذا الأمر مفتوح 100%. نحن ضد فكرة فرض الفيدرالية، نحن ضد فكرة أن يتم العمل معها وفق المنطق العسكري. أنا موجود هنا ومعي بندقية ولدي سياسة الأمر الواقع وأريد الفيدرالية. أما زملائنا في المجلس الوطني الكردي ناقشنا معهم الفيدرالية مرارا وتكرارا، لذلك هذا الموضوع هو للشعب السوري وحده فقط أن يفكر وأن يقرر بدستوره الجديد إذا كان يسعى لبناء هذا النظام السياسي أو ذاك، وعلى الجميع طرح كل أفكارهم بحرية وأريحية بما فيها موضوع الفيدرالية، ولكن ليس بسياسة الأمر الواقع. دكتور تزوني أزيد شبكم، دكتور نصر تزوني أزيد شبكم. دكتور نصر، تعلم هناك لجنة من المحامين توثق الانتهاكات الحاصلة من قبل المسلحين في عفرين، سوف تزودك اللجنة بكل تلك الانتهاكات، وأرجو أن تتحرى بنفسك لترى حقيقة ما يجري في عفرين. شكرا جزيلا دكتور نصر الحريري، الرئيس السابق لهيئة المفاوضات والآن عضو فيها. بعيوني أبشر. سوريا كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا. حياكم الله. وكذلك الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين في متابعتكم لنا، وإلى لقاء آخر.